السلام عليكم. ان شاء الله معانا حلقة جديدة برضو من الرسم بالقلم الرصاص والتلوين، وما ننساش اللايك والشير وتفعيل الجرس، ويلا بينا نتكلم على الله. دلوقتي يا جماعة هناخد رسمة، هناخد حاجة جديدة، يعني رسمة جديدة. هنعمل حاجة خفيفة برضو وسريعة جدا. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل وليكن ما يكون، مثلا وليكن ما يكون ده شكل بيضاوي. ركزوا معايا يا جماعة، ده شكل بيضاوي. هنزل كده وهنزل كده وهاخد ديت برضو بشكل بيضاوي. هاجي من هنا هاخد شكل بيضاوي زي اللي فوق على كبير شوية، وبعدين هاخد شكل بيضاوي تاني عشان هعمل عليه حاجة. هروح جاي على الشكل البيضاوي التاني هعمل كده، تمام يا جماعة. هاجي اعمل ايه بقى؟ اروح واخد خط من هنا وخط من هنا، واجي من هنا وانزل كده، ومن هنا وهنزل كده، وهاخد دي كده وهنزل بدي، وهنزل بدي برضو، وهنزل بالجزئية اللي هنا، ومن هنا هاخد عرضة، ومن هنا هاخد عرضة كده. يا جماعة أنا رسمت ترابيزة عليها مفرش عليها كوباية، كلام جميل، واقفة على التلوين. كوباية اهي، البيضاء بتاعنا اهو، البيضاء اهو زي ما انتوا شايفين يا جماعة. عملت بيضاوي، ده شكل زجزاجي اللي هو شكل المفرش اهو. وبعدين الترابيزة ما بتعديش الخط، من ورا الكوباية عشان تحسس اللي قدامك ان فعلا كوباية على الترابيزة زي ما احنا شايفين اهو. ماشي يا جماعة، برضو واقفة على التلوين. لو جينا خدنا احنا ديت كده وعملناها كده، وديت عملناها كده، وجينا خدنا المفرش دوت من هنا كده، انا هلون الجزئية دي بس يا جماعة عشان مطولش عليكم. واروح جاي ماسك المنديل واروح مسيح ديت، مسيح ديت، ونفس النظام الجزئية اللي تحت دي. يا رب تكون الحلقة عجبتكم زي الحلقات السابقة. وبرضو نرجع ونقول كده أو كده، المهم إن أنت تبقى إيه يعني، ورينا شكلك يعني، ورينا نفسك يعني، ورينا هيئتك. السلام عليكم.